تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة الطبيعة الإسلامية، النموذج الثاني، سنقوم بحله معا. إذا التمرين الأول يقول: أجب بصحيح أو خطأ. إذا كانت العبارة صحيح أكتب صحيح، إذا كانت خطأ أكتب خطأ. أولا، أقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد حي على الصلاة فقط. بعد حي على الصلاة فقط أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنتم. خطأ. أقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد قول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح. حي على الصلاة فقط. خطأ. بحفظ القرآن الكريم أنال الأجر العظيم من الله تعالى. إذا أنال الأجر العظيم بحفظ القرآن الكريم. أحسنتم. إجابة صحيحة. أكتب صحيح. الآذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة. تعريف الآذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة. أحسنتم. صحيح. نواصل. أحسن إلى والدي بالخروج من البيت دون ابنهما. إذا إحسان إلى الوالدين بالخروج من البيت دون ابنهما. أحسنتم. خطأ. صحيح. أحسن إلى والدي بالخروج من البيت باستئذانهما، أي طلب الإذن منهما، دون إذنهما. خطأ. الإقامة هي الإعلام بانتهاء وقت الصلاة. تعريف الإقامة هي الإعلام بانتهاء وقت الصلاة. أحسنتم. خطأ. الإقامة هي الإعلام بالقيام لأداء الصلاة المفروضة، لأداء الصلاة المفروضة وليس بانتهاء وقت الصلاة. إذا نراجع، أقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح فقط. خطأ. بحفظ القرآن الكريم أنال الأجر العظيم من الله تعالى. صحيح. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة. صحيح. أحسن إلى والدي بالخروج من البيت باستئذانهما دون إذنهما. خطأ. وتعريف الإقامة هي الإعلام بالقيام لأداء الصلاة وليس بانتهاء. انتهاء. خطأ. التمرين الثاني، رتب مراحل الوضوء. إذا لدينا الوضوء لديه مراحل، مباشرة نرتبها من الواحد إلى ثمانية. نقرأ المراحل. أغسل وجهي ثلاث مرات، أغسل يدي إلى المرفقين ثلاث مرات، أستنشق وأستنطق ثلاث مرات. بعد النية والبسملة أغسل يدي إلى الكوعين ثلاث مرات، أتمضمض ثلاث مرات، أمسح رأسي مرة واحدة، أغسل رجلي إلى الكعبين ثلاث مرات، أمسح أذني مرة واحدة. إذا نقوم بترتيب المراحل. المرحلة الأولى دائما نبدأ ب، أحسنتم، النية والبسملة. إذا بعد النية والبسملة أغسل يدي إلى الكوعين ثلاث مرات. بعدما أغسل يدي إلى الكوعين ماذا أفعل؟ المرحلة الثانية، أحسنتم، أتمضمض ثلاث مرات. ثم جيد، أستنشق وأستنطق ثلاث مرات. إذا غسلنا أيدي إلى الكوعين ثلاث مرات، أتمضمض أستنشق وأستنطق. ثم جيد، أغسل وجهي ثلاث مرات. أربعة، بعدما أغسل وجهي، أحسنتم، أغسل يدي إلى المرفقين ثلاث مرات. ثم ماذا بعدما أغسل يدي إلى المرفقين؟ جيد، أمسح رأسي مرة واحدة، ثم أذني مرة واحدة، وأخيرا أغسل رجلي إلى الكعبين ثلاث مرات. إذا نراجع مراحل الوضوء بالترتيب. أولا، بعد النية والبسملة أغسل يدي إلى الكوعين، ثم أتمضمض أستنشق وأستنطق، أغسل وجهي ثلاث مرات، أغسل يدي إلى المرفقين ثلاث مرات، أمسح رأسي، أمسح أذني مرة واحدة، وأخيرا أغسل رجلي إلى الكعبين ثلاث مرات. التمرين الثالث، أكتب الحديث النبوي الشريف الذي يتحدث عن فضل تعلم القرآن وتعليمه. إذا تعلم القرآن له فضل كبير، فضل تعلم القرآن وكذلك تعليمه. يوجد حديث نبوي شريف، معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، المطلوب هو ذكر الحديث. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخص فضل تعلم القرآن وتعليمه،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا هو الحديث الذي يتحدث عن فضل تعلم القرآن وتعليمه. نكتب الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث الذي يتحدث عن فضل تعلم القرآن وتعليمه هو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. التمرين الرابع: أكمل الآية الكريمة. لأن الآية مطلوب هو إتمامها. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، أحسنتم، إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، جيد، إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو، جيد، كلاهما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما، أحسنتم، قولا كريما. إذا نراجع الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الوضعية الإدماجية: بمناسبة المولد النبوي الشريف اجتمعت عائلتك في بيت جدك، وفي السهرة سمعت جد يحكي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أكمل حديث جدك بالمعلومات المناسبة عن طفولة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا العائلة كانت مجتمعة، جدك كان يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل حديث جدك. إذا لدينا طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم، إتمام بالكلمات المناسبة. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوما، متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم، يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. إذا يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. عام، اسم العام الذي ولد فيه الرسول، أحسنتم، عام الفيل، عام الفيل. والده، والد الرسول، أبوه، أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه، جيد، عبد الله. والده، أبوه، عبد الله. وأمه، أحسنتم، آمنة بنت وهب. أم الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها آمنة بنت وهب. وجده، اسم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسنتم، عبد المطلب. عبد المطلب. عمه، جيد، أبو طالب. إذا نراجع.
ولد الرسول صلى الله ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل. والده عبد الله، أمه آمنة بنت وهب، وجده عبد المطلب، وعمه أبو طالب. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارك ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.